ماذا قدمتم لإخوانكم؟ أما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ارحموا يرحمكم الرحمن؟ أليس هو الذي قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من فضل الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المخدوم. فلما سمع الصادقون هذا الكلام من نبيهم واستشعروا الأجر والثواب تسابقوا وحبوا لإنقاذ وإطعام المسلمين. أخرج صاحب الدر المنضود أنه أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلما اشتد بالناس الأمر جاءوا إلى الصديق وقالوا: يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن السماء لم تمطر وإن الأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فماذا تصنع؟ قال: انصرفوا واصبروا فإني أرجو أن يكون الفرج قريب. فلما أصبحوا خرجوا من بيوتهم على أصوات قافلة من 1000 بعير محملة برا وزيتا ودقيقا، فأناخت بباب عثمان رضي الله عنه، فجاء إليه التجار فقال: ما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد. قال: كم تربحونني؟ قالوا: الدرهم بدرهمين. قالوا: أعطيت أكثر. قالوا: 4. قالوا: أعطيت أكثر. قالوا: 5. قالوا: أعطيت أكثر. قالوا: ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10 دراهم، والله يضاعف لمن يشاء. أعندكم زيادة؟ أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهدكم الله، أشهدكم الله تعالى أني جعلت ما حملت العير صدقة لله على الفقراء والمساكين، باعها لله، باعها لله، والله اشترى، جعلها في بطون الجائعين وكبود المساكين، جعلها للأرامل والأيتام والمساكين. فأين لنا بمثل عثمان؟ أين لنا بمثل عثمان الذي اشترى بأمواله رضا رب العالمين فأطعم الطعام وواسى الأرامل والأيتام؟ والله إن قيمة ثوب أو حقيبة واحدة من مستلزمات الأفراح تكفي لإنقاذ عائلة مسلمة منكوبة لتقف على قدميها. وأنا والله لا أبحث عن النساء، ولكن أقول بأعلى الصوت: أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين تجار المسلمين؟ أين أغنياؤهم؟ أين سياح أسبانيا وسويسرا وباقي المنتجعات السياحية؟ أين هم عن سياحة دعوية في صحراء أفريقيا؟ آه ثم آه أنقذوا إخوانكم، أنقذوا إخوانكم قبل أن تسبقكم عصابات التوصير وتجار الأعراب. كم يتقطع القلب وأنت ترى البؤساء ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئا.